اول حاجه كما كان منتظر ماتش صعيب كونتر حامل لقب معناه سان سانداون. داونز سان داونز اليوم اخر كرتوشه بالنسبه لي هو اذا يخسر اليوم يكون اليميني اوتوماتيكمون في معناه لي ماتش اللي مازالوا بالنسبه لنا احنا الاولاد جري اليوم عرقوا وما نقصتنا شويه رزانه في في لعب الكره لا درنيير باس لافون ديرنيير كانت فما بريسيبيتاسيون قبل معناها لي 30 متر كونسونتراسيون توتال كانت على لي كونتراتاك متاع سان داونز الحقيقة ما هو كل حاجة يلزمو نقولوها سان داونز قوية برشا برا من التيران دونك خممنا برشا باش ما نخليوش ليزيسباس باش ما تعرف وقت لي ماركيو الكبونتو باش يصعب عليك تولي تجري على النول وتجري كنا اكيليبري أكثر اليوم حبينا نماركيو قعدنا نستناو الآخر وقت باش نماركيو على اليوم معناها الكرة ما تبعتش ما ما ماركيناش بونتو ان شاء الله حابين اليوم معناها يعني نربحوا باش فرحوا جمهورنا اللي جاء والحاجه ساعه يعطيهم الصحه دزوا جوسكو بو وعملوا سبيكتاكل كبير ياسر حابين فرحهم ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوين من لكس دو لكسيور ميم سي حتى اخر ماتش نلعبوا بادو اما ماذا بينا نرتاحوا كومبليتوم طويل السيزون ماذا بينا نقصوها من الماتش الجاي نترشحوا ان شاء الله للولانين إن شاء الله ربي معنا